전화 주셔서 감사합니다. يوم النسان، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ اتمنى تكونوا بفضل حال وانتوا قاعدين تشوفوا المقطع حق اليوم. بمقطع اليوم اخيرا قررت اني اسوي شيء مختلف عن المحتوى اللي كنت قاعدة انا انشره الفترة الاخيرة. قررت اليوم اني انا اتصل على شركات الترفيه الكورية. لو تسألوني ايش اللي خطر ببالي، الصراحة حاقول لكم انا بنفسي ماني عارفة، لكن كذا جت على بالي الفكرة وقلت ليش ما أسويها. حسيت راح يكون كذا شوي ممتعة إن حنا نجرب نتصل على شركات الترفيه ونشوف إذا حيردوا علي ولا لا، you know. So إن شاء الله يردوا علي و you know like صوت سويا إذا you know like أحس بيكون أكشن، فهمتوا كيف؟ ماني عارف أشرح. الزبدة guys، إذا أنتم مهتمين بكذا نوع من المقاطع وحابين تعرفوا إذا إحدى الشركات ردت عليه ولا لا، فتابعوا المقطع لنهايته. لكن قبل ما نبدأ قاعد، لا تنسوا أنكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم جديدي أول بأول. والحين يلا نبدأ. يعني يا جماعة قاعدة أضحك لأني أتخيل أني قاعدة أدق على رقم إنسان كوري كذا في أمان الله، قاعد فجأة يجي اتصال يقول من هذا المخبول اللي قاعد يتصل من رقم غريب وشي بفيني، ويكتشف اني انا انسانة بس ابغى اصور مقطع يوتيوب. طبعا للعلم يا جماعة اني انا حرفين اضطريت ادفع فلوس حقيقية عشان اقدر اسوي المكالمات هذه. نتمنى دعمكم ونتمنى انكم يعني كذا تشيروا المقطع عشان يجيب لي فلوس اعوض الفلوس اللي صرفتها عليه. المهم دون الحين نشوف يا جماعة، عندنا اول شركة. Hold on. Okay. أول شركة عندنا هي شركة هايب. Hey yo, Hitman Bang introduces. Hit it the second position. Okay. هذا الرقم كان على أيام Big Hit. ما أعرف إذا هو للحين شغال أو لا، لكن نأمل إنه يكون شغال الصراحة يعني. Let's go babies. Okay. Okay. حالي الصوت. حط الرقم. طبعا أنا بمجرد ما شفت إن أحد رد، سمعت صوت راح افصل لان انا الصراحه ما اعرف اسولف كوري. فالحين ما حدك. اوكي ليتس جو جايز. المهم دقيقه خليني ادور على رقم ثاني، يمكن لعل وعسى يكونوا حاطين منه. سويت A few moments later. اوكي عندنا هذا الرقم، ما اظن انه يزبط بس بنحاول يعني. حسنا ما بيزبط، مستحيل أحس كيف. تقال المسؤول يكون في رقم زي كذا كوريا، ما بيصير. اوكي جايز، لقيت رقم ثاني، ححاول اني اتصل على هذا الرقم لعل وعسى احد يرد، مع ما ظنتي انا خايفة اكون صرفت الفلوس على الفاضي وما حد يرد علي، حس بكون غبنة. لا يا رب احد يرد علي، تكفون عبروني. والله اي ويل ويت. صوت شوي عشان اعرف انا مين. اوكي كليز رد. انت كليز خليها خليها يردوني يا اخي. ليش كول فيلد؟ اصلا زعلت خلاص. اوكي يا جماعة، الحين ننتقل للشركة الثانية. الشركة الثانية هي شركة SM Entertainment. الشيء الحلو ان هذا الرقم موجود بموقعهم، ف بسم الله احسني ببول. وين ابول؟ يا ربي يا ربي. توقعون يردون؟ احس ان ما بيردون. احس ليش يردون اصلا يعني؟ هذا اطول رقم كتبته في حياتي. طيب يا جماعة، الرقم الأول اللي في موقعهم يقول لي بيزي، ما أعرف إيش اللي قاعد يصير الصراحة. حاولت أدق أكثر من مرة، قلت يمكن إني مزودة رقم شيء بس ما زبط، فالحين قاعدة أكتب رقم ثاني ولعل وعسى يزبط. أوكي يا جماعة، للأسف إن الموضوع بعد ما زبط مع شركة SM. ليش كذا هم ضدي؟ ليش يعني؟ كأنهم ما يبون المقطع يزبط. الحين بنروح للشركة الثالثة واللي هي شركة YG. لعل وعسى إنه اوكي يا جماعة، الحين كتبنا رقم شركة YG، يا رب انه يزبط. تكفى 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 يا اخي. انيوهاسيو،
근무 시간은 그럼 써! 금요일 오전 9시 30분부터 오후 6시 30분까지입니다. 감사합니다. ما فهمت شيء بس حلو. تتوقع يطلع لنا احد؟ اوكي انفصل. اوكي هو صح انه يعني هذا رد تلقائي بس ستير اسمهم ردوا. ما ادري بصراحه يمكن ان الحين مسكرين او شيء زي كذا ما يستقبلون اتصالات. بس جايز احس شيء مره علو. الحين نروح للشركه اللي بعدها يا جماعه واللي هي شركه جي واي بي. الصراحة ما عندي أي فكرة إذا هم بيردوا أو ما بيردوا، فإحنا نتوكل على الله ونقول إنهم بيردوا إن شاء الله. يما فيها اتفصل. اوكي جايز سو مبدئيا نقدر نقول ان اللي فعليا ردوا علي لحد الحين هم من جي واي بي. هو صح انه مردرد بس يعني اقرب شيء. سو هذا الشيء احس انه كويس نوعا ما. اوكي يا جماعة سو نروح للشركة اللي بعدها اللي هي شركة كيوب انترتينمنت. سو حاليا حنحاول اننا ندق عليهم ولعل وعسى احد يعطينا وجه بس يقول لنا هلو. ليش كذا حنا منبوذين يا جماعة؟ وش هالحظ اللي عندنا؟ وش كذا تقول؟ وش أختي؟전화 주셔서 감사합니다. 안녕하세요? 여보세요? 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 안녕? 여보세요? One eternity later. فصلت المكالمة لأن أنا ماني فاهمة ليش هو مو قاعد يرد علي. هل هو يتغلى؟ تحسون كنا قاعد يطاقع على بالمكالمة. ترى عيب عليك الصحة على وجهك يا غليل الحياة، لا عندك مبادئ ولا عندك قيم. اوكي يا جماعة سو ننتقل للشركة اللي بعدها اللي هي شركة جيلي فيش. ما اعرف الصراحة هذه الشركة بس كتبت كوريان انترتينمنت كومبانيز وطلعت لي. سو مندق عليهم كذا بس جاني احساس انهم حيردوا. تخيلوا اصلا ان هذا الرقم يطلع مو برقمهم. عاد هنا البلشة. اوكي اوكي بسي لا تروحون لغاية ترى اقمط. في حد فصل. عيب عليكم ترى عيب. اوكي جايز سو الشركة الاخيرة عندنا هي سي 8 انترتينمنت. طبعا انا ما افهم هم ليش يحطون هالارقام وبالاخير ما يردوا علينا. مو مصرنا يردون علينا.
والله العظيم ترى ما دفعت مبلغ بسيط. لو جيت لكم تقولوا لي وجهي ما كان اساسا شحنت فلوس، اوكي؟ ردوا علي. يخوف احس. حبايبي ردوا. حبايبي ردوا. جايكم عرض من تركيا. يلا يلا تفتت. شوف لو ما ترى بتصير بيني وبينك مشاكل قانونيه، رجعنا ردوا. والله يا حبايبي يسوقونهم يحطون الرقم وبعدين ما يردون على احد. والله العظيم يسوقونهم يا جماعه يحطون الرقم وما يردون على اي احد. طب ليش حاطين الرقم؟ استغفر الله العلي العظيم، اقسم بالله. حبايبي ردوا لو سمحت، شو ردوا. ردوا. ما كان يرد. خلاص ما حيردوا، انا عارفه. شوفوا يا جماعه، هذه اكسترا عشان ابغى احل الفلوس اللي انا دفعتها من دقه لماكدونالدز الكوري. عسى انهم يردون. اذا ما ردوا ماكدونالدز الكوري انا بعرفين ان الوضع منحوس، يعني يمكن جايتهم طلبيه من تركيا، يعني هم من اشي مانع عندهم. فمن الحين بنروح نحط الماكدونالدز الكوري وندق عليهم نشوف اذا هم من راح يردوا ولا لا. بس كذا عباطه. حبيبي بتردون؟ انا بصل على طول. طيب ميدا. حشا بيروح الرصيد اذا بقعد استنى. هذه خلص كلام. اختي كلام كثير ما يبغى. خلصينا. خلص بترتي امي ترى كله ماك نفسه. في تركيا في السعوديه في كويت ترى نفس الشيء. استهبلين. خذي موظف يا اخي يفصلون. انا ماني فاهمه ايش عندهم هذا الطبع. حبيبي قول يا ابو سيئة، تكلم، انطق في الكلام. وش تستنى قاعد يتكلم جني انت؟ ما في ادب في الكلام، ترى ما عندهم ادب في الكلام. استغفر الله العلي العظيم، طالع كذا وما عاد تكلم. ايوه حبيبي انت المفروض تلقي التحيه اول. حبيبي انتوا الناس اللي انا بتصل عشان اشتري، انا الزبون. حلو ذي وما يدوكم وجه. شافوكم ساكتين خلاص سحبوا انا على امكم. فعلا قليلون حياء، قليلون حياء. استغفر الله العلي العظيم. اهو شوف هذول ما حيردوا بعد. بس كذا عبط. خلاص يا ابوي انياسة يو، تقدون تدولي المنيو حقكم. لسه ما عندها تقول عن يا سيو. جاتها قال لي يا ابو سيو ما ادري وشو. دقيقة والله ما لخمت يما، ما توقعت يرد بهالسرعة. اوكي توقعت يرد بس مو بهالسرعة. يما قسم بالله انخرجت. يمكن هو انخرج اكثر مني. لسه ما عندها يسمع شيء، شاف الانفصل في وجهها. اعذروني يا ما كوريا والله العظيم كبس حبينا. نجرب ندق عليكم اذا بتردون او لا. اول واحد حسبي الله ونعم الوكيل، بس ما ودي ادعي، ما ودي اسب، ما ودي اقول كلام مش مناسب. بس الثاني حبايبي والله على عيني وراسي، وشكرا لانكم كذا سويتوا اضافه جميله للمقطع وخرجتوا معافيتي. الصراحه ما كنت متوقع يردون بهالسرعه. وبس والله قاعد اجرب يكون المقطع عجبكم. الصراحه هو مقطع كذا خفيف نظيف، يعني حبيت ان نجرب نتصل مع بعض ونشوف ايش اللي حيصير. طبعا نقدر نقول ان كذا شركتين تقريبا ردوا علي نوعا ما ونوعا ما لا، بس يعني نوعا ما ايه. سو في شركه ردت فعلا بس ما كان في كلام. ما يفهم ليش كذا يحبوا يسكتوا يستنوا الواحد، وانا لي ساعه اقول يا ابو سيو يا ابو سيو ما في كلام. فما ادري ايش السالفه، يعني هل هو كذا قال، هل هذا انسان يسوق امها فكذا الظاهر، اماني عارفه. المهم يا رب يكون المقطع عجبكم. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا انكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا جرس التنبيهات وتدعموا المقطع بلايك وشير عشان تحفزوني وتخلوني استمر في صناعه المحتوى. برضو جايز اكتبوا لي تحت انتم ايش الشركه اللي كنتوا تبونها ترد، وايش كنتوا متوقعين ان مثلا اذا ردوا ايش بيقولوا. اذا عندكم بعد اقتراحات كذا لاشياء مثلا حاجات تبوني ادق عليها مثلا وزي كذا ونشوف ايش اللي حيصير اكتبوا لي تحت. الصراحه زاد كذا بيكون شيء جديد، فهمتوا كيف تغيير يعني. ولا تنسوا تسووا فولو لحساباتي على السوشيال ميديا. وبس استودعتكم الله، اي بيربل يو، باي.